قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش قام بزيارة لجماعة جهة فاس مكناس التي تضررت من عاصفة البرد للسبت الماضي. وقال أخنوش على هامش هذه الجولة إن الزيارة التي قام بها بإذن من الملك محمد السادس تتوخى الوقوف على الوضعية وتشخيص التداعيات المحتملة على مختلف الزراعات، مشيرا إلى أن 31 جماعة على صعيد الجهة تضررت من العاصفة على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 19,000 هكتار. كما أوضح الوزير أن حجم الخسائر يتراوح ما بين 85% حسب الزراعات. كتعرفوا بأنه تقريبا 31 كومون في المنطقة اللي هي الضغط أكثر من 19,000 يعني هكتار اللي هي الآن كونسيرني، فيها يعني ضربات متفاوتة بين 5% وتقريبا 80%، ماشي كلها مقصحة، ولكن 19,000 هكتار اللي قصتها يعني هذا الرعدة ديال الصقيع. نشوفوا بفضل الحوار مع لي بروفيسيونيل ومع الناس اللي كيهموا من الامر اشنو هما الامكانيات باش نشوفوا شنو هما التدابير اللي يمكن تخدع في نطاق يعني تشجيع ديال الاستثمار ديال الفلاحه والتقييم كذلك ديال الاضرار اللي تعمل مع يعني لي زانتر بروفيسيون مع الفيدراليات المهنيه وكذلك مع الغرف. حنا عندنا ان واحد يعني التصور دقيق، ان شاء الله نتمنوا انه يكون واحد البرنامج اللي يمكن يجاوب نوعا ما على هذا الشيء ديال الخصائص الفلاحي اللي كاين. بالطبع هذا الشيء بغض النظر الا كانت شي حاجه في الكوارث يعني الطبيعيه، ولكن فيما يخص الفلاحه غادي نشوفوا شنو هما الامكانيات اللي يمكن تعمل باش نعاونوا الفلاح باش يبقى مستمر في العمل ديالو.